يا شباب يا احباب يا اخوان يا شباب، الصلاه الصلاه كما كان يقول محمد صلى الله عليه وسلم، صلاتك هي والله العظيم فلاحك ونجاحك في الدنيا والاخره. لا تكفون يا شباب، هذا هو اول سبب وهذا هو السر وراء طفش كثير من الشباب وحياة النكد والكدر اللي يعاني منها كثير من الشباب، الا وهو الصلاة. إلى متى؟ إلى متى وأنت مضيع أعظم أمر؟ إلى متى؟ وأنت لسه ما أنت عارف قيمة الصلاة؟ أسألك سؤال وسامحني، إيش بينك وبين الله؟ إيش بينك وبين الله؟ يوم ما تدخل بيته وتركع وتسجد بين يديك، أبى أقول لك إيش الخسارة اللي خسرناها اليوم؟ اليوم صلى الله عليه وسلم، ينزل جبريل إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم، ينزل بآية، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بكى. تدري ليش يبكي؟ تدري محمد صلى الله عليه وسلم قبل أكثر من 1400 سنة ليش يبكي؟ والله يبكي عشاني وعشانك. هذا محمد اللي استهزأنا بسنته، نسخر باللحية، بالثوب القصير، بالمسواك، نضحك على طاش مطاش لما يستهزئ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أكثر من 1400 سنة، يضحك يبكي عشاني وعشانك. تدري ليه؟ لأن جبريل نزل بآية. إيش هي هذه الآية؟ قول الله سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف، أنا وإنت، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. بكى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا جبريل يا جبريل، تضيع أمة الصلاة، أمة الصلاة تضيع الصلاة. قال: يا محمد يا محمد، يأتي أقوام من أمتك يبيعون دينهم كله، الدين كله يبيع بعرض من الدنيا رخيص. أقسم بالله ثم أقسم بالله ثم أقسم بالله، والله من ترك صلاة من أجل مباراة فقد باع الدين، والله من دخل إلى هذا الاستاد من الظهر وما صلى عصر ولا مغرب ولا عشاء باع دينه. بس بشيء من الدنيا رخيص. تبيع دينك عشان صلاة؟ تبيع الصلاة عشان مباراة؟ تبيع الصلاة والدين تتركها عشان ايش؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.